السلام ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. يستضيف برنامج فكرة سامي الفهرية على قناة الحوار التونسي هذا السبت الممثلة التونسية حنان الشجراني بعد أسبوع من احتفالها بزفافها، وأثرا إعلان التشويق للحلقة البعض من تصريحات حيث كشفت عن التكاليف المادية الكبيرة التي تكلف بها زوجها في حفل الزفاف. وتحدثت حنان الشجراني عن حفل زفافها والاستعدادات التي سبقت الحفل. ردت على سؤال الهادي زعيم برشا بذخ في عرس قرابة 200 و300 مليون أو أكثر، حيث ردت فرحة مسرورا: زوجي حاضر من الصيف باش يعرس، راهو باش ياخذ البجعة وما أدراك بجعة تونس الجميلة لازم يصرف ملالي. أنا حنان الشجراني مانيش شوية وإن شاء الله ربي يهنيها، وشفنا أجواء كبيرة ياسر في الحفل الزفاف.